اليوم كان أكبر حدث في كرة القدم على مستوى العالم في النهار اليوم، كان هو قرعة كأس العالم للأندية. عندنا ممثلنا السعودي نادي الهلال حيشارك في دور ربع النهائي، حيكون ينتظر الفائز من الجزيرة الإماراتي وفريق أوكلاند سيتي. بإذن الله إذا تجاوز المباراة حيكون في تواجد للهلال أمام تشيلسي في نصف نهائي، وهذه بالطبع شغلة كبيرة جدا أنك تلعب مع نادي مثل تشيلسي في بطولة رسمية، في بطولة أو في موقع خروج مغلوب والتأهل للنهائي. الهلاليين يعيشون هذه الأيام واحدة من أجمل أيامهم في عالم كرة القدم. أكيد أنه المشجع الهلالي الآن يعني عايش أجواء من السعادة والانبساط، عنده منتخب بلده، كلنا نتشارك في هذا الموضوع، يقدم أداء جيد على مستوى التصفيات، عند ناديه اللي يشجع وينتمي له ينافس على صدارة الدوري، وفي نفس الوقت محقق بطولة آسيا رابع نهائي في فترة بسيطة جدا، بطولتين في فترة بسيطة جدا، بطولة العالم للأندية تتكرر معاه في فترة بسيطة جدا. مشجع الهلالي يعيش أحلى أيامه، اللهم لا حسد، في زحام من النعم ما شاء الله. اي بالضبط، لا يعني اكيد يعني لا يمكن اليوم انت تقول للمشجع الهلالي قاعد ينظر للموضوع على انه بالعكس مبسوط وسعيد جدا بحاله كره القدم في كل مكان. عاد شوف انت لما يكون الهلالي كمان يشجع لك مثلا في فرنسا باريس سان جيرمان، ويشجع لك في انجلترا ليفربول ولا مان سيتي، يعني وين ما يلف وجهه مختم مبسوط وسعيد. اليوم الهلاليين عندهم تواجد واستحقاق مهم على مستوى كأس العالم للأندية، البطولة اللي راحت الهلال كان في المركز الرابع، اليوم في أصوات انه لا نبغى خطوة قدام في هالبطولة. محمد،